عبر الهاتف مباشرة من برلين ينضم لنا السيد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان. أستاذ عبد الكريم مساء الخير، أهلا بك معنا. قلق أممي إذن بشأن المعتقلين في سجون الأسد، توثيقات أيضا عن تعرضهم للعنف بمختلف أشكاله والتعذيب، ماذا بعد هذا؟ هل يمكن أن يتخذ بعد كل هذه التوثيقات وهذا القلق أي إجراء وكيف ذلك؟ تحية لك أيها الأستاذ المشاهدين. يعني حقيقة نحن ننتظر أكثر من القلق، يعني يكفي 6 سنوات و7 سنوات من القلق والامتعاض وإبداء الأسف على ما يجري في سوريا. نحن بانتظار أن يتحلل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها المعتقلين في السجون والمعتقلات السورية، والمبادرة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب السوري. حتى الآن يبقى هذا الأمل ضعيفا في ظل يعني التحالفات الدولية وفي ظل الدعم الهائل الذي تلقاه النظام من حليفه الأقوى روسيا، التي تعرقل بشكل دائم أي قرار في مصلحة الشعب السوري. وعلينا أن نتذكر أنها استخدمت الفيتو 7 مرات لتعطيل القرارات في صالح الشعب السوري. البحث عن إمكاني عن 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 وسائل بديلة كاللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية هو البديل الآن أمام الشعب السوري، وهي مسؤولية يعني. طيب أستاذ عبد الكريم، أنتم أيضا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت لديكم توثيقات عن الانتهاكات الإنسانية طبعا على مدار سنوات الثورة، ما توثيقاتكم فيما يخص ملف المعتقلين وملف السجون تحديدا؟ يعني الحقيقة ملف المعتقلين ملف مروع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. لدينا شهادات عن انتهاكات جسيمة ووحشية ارتكبت داخل المراكز التوقيف والسجون والمعتقلات السورية، يعني حقيقة لا نجرؤ على نشرها. تقدمنا بها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى اللجنة المكلفة اللجنة الدولية التي كلفت بالتحقيق وأصدرت حتى الآن أكثر من 11 تقرير عن هذه الانتهاكات. زودنا هذه اللجنة أيضا بشهود عيان عن 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 هذه الجرائم التي ترتكب داخل المعتقلات، ولكن يبدو المجتمع الدولي عاجز تماما عن اتخاذ أي خطوة من شأنها على الأقل تخفيف هذه المعاناة. هناك ما لا يقل عن 300,000 معتقل في سجون النظام، والنقطة التي تثير قلقنا أكثر حقيقة هي وجود سجون سرية لا نعلم عنها شيئا. هناك سجون سرية تابعة للفرقة الرابعة، هناك سجون سرية تابعة أيضا للميليشيات الطائفية التي تقاتل في سوريا كميليشيا أبو الفضل العباس وحزب الله. يتم اعتقال الناس وتصفيتهم بدون أي تسريب أي معلومات أو أي وثائق أو أي أدلة على وجودهم في هذه السجون. ملف المختفين قطريا أيضا من الملفات الشائكة جدا، هناك أكثر من 150,000 مختفي قطريا في سوريا. النظام كما قالت التقرير الأمريكي بالأمس يعني يعمد إلى التخلص من الجثث عبر حرقها في سجن سيرنايا، ولكن هذا الأمر ليس بجديد. النظام تسلم 3 أفران من إيران عام 2013 للتخلص من الجثث وحرقها. يبقى الملف كما قلت، الملف المفقودين قصريا هو الملف الأكثر يعني قساوة وأكثر. نعم سيد عبد الكريم، لقب بالنسبة لنا. شكرا لك الأستاذ عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من برلين.